السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله. السلام عليكم اخوتي، فيديو جديد. اليوم غنهضر على السخرية وكيفاش تتعامل معها. شحال من واحد فينا تتلقى تعرض ليها، كاين اللي كيعرف يتعامل معها وكاين اللي ما كيعرفش يتعامل معها. في هذا الفيديو غنشرح لكم كيفاش تتعاملوا معها. بقاو معنا. غنشرح لكم في هذا الفيديو ثلاثة الطرق هي باش تتعامل مع السخرية. الطريقة الأولى وهي هو دروك فاش بيسخر منك قدام الناس، ولا غالبا قدام الناس إذا كنت انت وياه، ولا يسخر منك. المهم فاش تكون قدام الناس كيفاش غتعامل معاه. كاين ثلاثة طرق كيما قلت. الطريقة الأولى هي توافقو وضحك عليها، حتى أنا قال لك شي حاجة تقول لي إيه وضحك. وكاينة الطريقة الثانية وهي ديك تاع ما تجاوبو كاع، ما تعطيه كاع قيمه. بحال قلتي واضرب قال لك شي حاجه تشوف فيه بحال هكا، ضروري هذه بالنسبه بها. وهي ديما اي واحد تهضر معك شوف ليه في عينيه، ما تحدرش الراس، شوف فيه بحال هكا ولا شوف فيه غير تعابير عاديه على حسب السخريه كل وحده وخص كيفاش تتعامل معها. تشوف فيه بحال هكا وتزيد مع الطريق، ما توقفش حدا كاع انت، خليه يقول لي اللي يعجبو. الثالثه هي اللي صعيبه شويه، هي خص تكون عندك كون مولف السخرية هادي تاع الاحتراف، تجاوبو بشي جواب ذكي وتلف ليه متلاش يعرف باقي اش يقول، شي جواب ذكي في البلاصة. المهم ماشي بالضرورة تجاوبو، لما لقيتي باش تجاوبو الاولى ولا الثانية. وهذا لا يعني انك الا جبتي ولا شي حاجة خص انت تعتذر، ماشي ديما تكون انت متكبر وديما اي واحد يهضر معاك تدور فيه. عرف امتى غدير هكا وعرف امتى دير هكا، خص يكون عندك الميزان، الميزان راه راسك اللي غادي يقول عليك ماشي اي واحد. هاد كان هذا هو الفيديو اللي يعجبكم، والفيديوهات الجايه ان شاء الله ما احسن نقولوا لي فاش بغيتو نهضر عليه في الفيديو الجاي، ولا بغيتوني نكمل في السلسله تاع السخريه والبلطجي وهادشي قول عليه في التعليقات. بيس. سبسكرايب يا غنيه.